بالتعاون مع رابطة خريج الأزهر نظم برلمان الطلاب الوافدين حفلاً لتكريم المتفوقين من مختلف الجنسيات. كثير فخورة إنه حتكرم وأكون يعني يمكن تقريباً أول فلسطينية خريجة الدفعة هاي يعني وأزهرية، يعني شعور لا يوصف، فخورة كثير بهذا الإشي. إحنا جينا هنا للدراسة، هنا طبعاً الأزهر العريق والشامخة الخالدة اللي جاية من سنين كثيرة، اللي بتطلع علماء كثير متفوقين وشيوخ وممثلين دور وسفراء بيرجعوا لبلدهم بينشروا الإسلام والوسطية والدين الإسلامي الحنيف. تعلمنا في الأزهر الشريف المنهج الوسطي للإسلام والسماحة والأخلاق القيم الإسلامية، وأن ندعو الإسلام، أن ندعو إلى الإسلام بالوسطية والأخلاق السمحة. يعني الهدف الأسمى لمجيئي إلى الأزهر أن أتعلم الدين، الدين على الوجه الذي أراد أنزله الله سبحانه وتعالى وكيف بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس دينا مغشوشا أو دينا مشوها كما تشوه بعض الطوائف. الأزهر جامعة عريقة. الإسلام في الأزهر الإسلام الحق الوسطي المعتدل، لكن بعيد عن التطرف والتشدد. يعني الأزهر يدرس لنا الوسطية والاعتدال ودراسة فقهية مقارنة وحديث والفقه. الأزهر الشريف مركز العلم وقبلة العلم ومركز الوسطية. إحنا كمنظمة بنعطي دورات تدريبية للطلاب الوافدين اللي هم موجودين في السنة النهائية، وهذه الدورات التدريبية بيحاضر فيها كبار علماء الأزهر وبيدرسوا لهم الإسلام الوسطي المعتدل البعيد عن العنف، بيدرسوا لهم كيف يعمل في حقل الدعوة، بيدرسوا لهم كيف يفند الأفكار المتطرفة والإرهابية خصوصا في الدول اللي هي بتعاني من هذه الظاهرة. الرسالة الأكثر عمقاً بتأهيل هذا الجيل من الدعاة هي نشر تعاليم الدين الإسلامي ومحاربة التطرف الفكري لوأد ظاهرة الإسلاموفوبيا. كريم عبد الكريم، صباح دريم.